والثمن للزوجة والزوجات. غرفة الأرامل، زوجة والزوجات مع الفرع الوارث، ابن بنت ابن ابن بنت ابن وإن نزل أبوها. نعم. والثمن للزوجة والزوجات مع عدم مع البنين أو مع البنات، مع البنين أو مع البنات، أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا ترون الجمع شرطا فافهمي. يعني بنت واحدة تكفي في أنها تجعل الزوجة تأخذ الثمن. نعم.